حاجة طبعا. مش هقول حاجة نومي خلاص، أنا زعلت. لا تزعلش يا اخويا. أنا كنت خارج أجيب حبة أدوية ب 60 70 جنيه، والله العظيم أنا غلطان. سوري يا ولية، ما تصوريش الحاجات الوحشة دي. ماشي بقى امسحه. بنلف ملوخية، طب غني تاني، دي ملوخية غني تاني. ده شغلني نو النف شغلني. والنف والنف حرام حرام والله حرام، خربت المعلم. والله اصرف 500 جنيه ليه يعني؟ ليه تمني كيلو بن فاكهة، 2 كيلو فاكهة وأدوية، حرام أصرف 500 حبة بن وفاكهة وأدوية، حرام حرام والله. أنا أروح فين أما حبة فاكهة وأدوية؟ ها يعني 2 كيلو فاكهة وتمن كيلو، اسمه ايه اللي جبناه ده، تمن كيلو بن، بن يا باشا لو غامق ما يتشربش كمان. يعني يرحمونا، ده محروق وأدوية مضاد حيوي و100 جنيه. ده احنا من حقنا بقى مش نشرب، احنا من حقنا نعربد نسكر، احنا نسكر عشان ننسى المرار الاسود اللي احنا فيه. والله طب احنا المفروض دلوقتي دي اخر 500 جنيه، الفاكهة هتقضينا كام يوم؟ نعدهم بالحباية والبن هيقضينا كام يوم؟ قول كم شهر والأدوية هتقضينا كام يوم؟ لآخر الشتاء. طب وهل دول هما اللي هيتم فيهم غذائنا بالكامل؟ لا يعني طبعا. طب هنجيب منين تاني عشان نجيب باقي الغذاء؟ احنا عايزين باقي الغذاء، يعني باقي الغذاء ال 500 انت ما جنيه دخلتش الأول. في اكل ولا شرب يا طه. طب ال 500 جنيه الأول جبنا مبولي ولانشون وكنتاكي، 500 جنيه بقى دلوقتي. ال نقول 500 ماشي، دلوقتي ال ده 500 الاول جنيه كان بيجيبه كده. بنجيب 2 كيلو فاكهة وبنجيب 8 كيلو بن غامق محروق، وبنجيب عشان الفاتح حلو بنشربه لكن الغامق وحش فبنشربه يفوقنا فما بنقدرش نشرب تاني فموفر في الشرب. طب وبعدين؟ وأدوية وأدوية مش 50 نوع، ده هما نوعين يتامى، مضاد حيوي ودواء كحة. مسكين مضاد حيوي ودواء كحة. نوعين ده ب 150 جنيه لوحدهم. قلبك بعد الشر. فكرنيش الدكتور بقول له شوف لي دواء الرعشة ولا بطلع الفلوس بس. دي بتترعش. نسأل الزهد يعني نمشي مبربر، كل اللي اقدر اقوله. تعالى يعني امشي مبربر، سراج يعني نايم. انا امشي بربر. وكل اللي اقدر اقوله لك. الله يعينك. يعني امشي مبربر ولا اجيب دواء؟ لا اكيد تجيب دواء. امشي ما اشربش قهوه وابقى بسقط الاجره مع السواق ومبقاش عارف اكلم الناس، والله لازم اشرب كوبايه قهوه كده افوق. اكيد تشرب كوبايه قهوه. ولا يعني الفاكهه اللي جبناها ايه؟ برتقال جميلة. وبرقوق. نفسنا في من جه وهيمشي واول مره ندوقه دي واخر ملهاش مره. السنة دي، دي ليلة سودة. اول مره ندوقه والله. هما 2 كيلو عمي، يوم 2 كيلو برقوق و2 كيلو برتقال، ارخص انواع الفاكهه، الفاكهه المعتاده للشتاء برتقال. وادي الادويه، الشنطه البيضاء، وادي البني. اهو البني ده، هما دول. ما عملناش حاجه تاني والله. والله الراجل معزمني بره على كفتة ولا كباب ولا كباب. طرب مين يا ولاد؟ كيلو كباب بقى دلوقتي ب 2000 جنيه باينني. ولا حمام انا ولا سمعت انه ب 2000 جنيه. كان لو صرف 500 جنيه اقول ماشي. الراجل صرف، جبنا فرخة مشوية مثلا وجبنا أدوية وحبة حاجات دفعنا 400 جنيه مش مشكلة. اتفشخ. طب 500 جنيه انا اجيب كيس بن وكيلو في 2 كيلو فاكهة وشريط دواء مضاد حيوي، نهار اسود ومطين. طب مين رايح فين؟ ما طب ما هنجيب منين عشان نكمل باقي بقى اللي احنا عايزين يعني نعيش بدول. بصي كل يوم كل عيل ياخد برتقانه وبرقوقه وحبايه دواء مضاد حيوي
وقولي له ده غذائك، ده غذائك، ده غذائك ده طول غذائك النهار. يا يوسف. انت خلصت البرتقاله كمل بالقشره، خلصت البرقوقه كمل بالبذره، خلصت حبايه الدواء كمل بالورقه، كل الورقه عشان تتغذى حبيبي. ما هنجيب منين؟ خلاص الميزانيه شحط. يا ريت على ممكن الميزانيه. تكمل بالباقي ميه، الميه لسه موجوده في الحنفيه؟ والله موجوده بس ربنا يسترها، ده من كام يوم قطعوها. خزني خزني ودي لكل عيل ازازتين ميه، عشان سمعت ان الميه قطعوها يوم كامل على مستوى محافظه الجيزه تمه. ما هو انا سمعت ان اللي بيشرب ميه ما بيموتش، يعني بيبقى بيتدور من الجوع بس. فانت ادي لهم البرتقانه والبرقوقه وحبايه الدواء، وادي لهم ازاز ميه كتير. كل اللي لما يجوع عيل يقول له اشرب يا حبيبي الميه مفيده عن الاكل، اشرب يا حبيبي، شربيهم ميه. دي فكره كويسه. مش الميه دي بتغذي يا يوسف؟ ايوه على فكره الميه فيها غذاء، وانا بنصح كل الناس ان هي تشرب ميه كتير وان هي تبطل اكل، علشان خاطر الاكل مضر بالصحه، والميه حلوه بتخلي البني ادم ما يموتش، يعني هتفضل عايشين فتره طويله. وتنصح بايه بالغلاء اللي احنا فيه ده؟ ما احنا قلت لك نشرب ميه ونبطل اكل، نبطل اكل. ما هو اللي يغلى علينا مش هنشتريه. طب ما ميه بفلوس. يا دي النيله السوداء فكرتني. ميه تقلب بفلوس، وميه بتاخد عليها فلوس. بقول لك ايه، ايه احنا نخش الجامع نعمل ان احنا بنصلي، نعمل نشرب تمويل ميه، بتصلوا نشرب فعلا، نشرب ميه كتير ونطلع نجري قبل ما حد يشوفنا. طب ما اقول لك ايه، طيب ما اقول لك ايه، طب اقول للعيال ايه، طب انا اعمل ايه، دليني اعمل ايه. والله بجد خلاص انا جبت اخر، اقسم بالله عايز اتبرى من الدور اللي انا فيه ده واقول انا مش لاعب. ينفع؟ ما هو يا ريت ينفع. لا ينفع اقول مش لاعب، انا مش لاعب. واللي يفكر يطلع يعمل ثوره يا عمي. ثوره ايه وخرق ايه، ما تجيبيش سيره الحاجات اللي تودينا في نصيبه دي. بص هيتعلق من ثورات. ودانه الثورات انتهت خلاص، الثورات انتهت خلاص. احنا في عصر جديد اسمه عصر الاستقلال، يعني كل واحد فينا بيستقل بنفسه، بيستقل بيستقل. الاستقلال، الاستقلال دي مش يعني ان احنا استقلينا، ده استقلال يعني احنا بنقلل، احنا كل حاجة فيها تقليل، احنا دلوقتي في عصر التقليل. ايه رأيك يا ابو سمير؟ صح. البانيه بقى النهاردة انا جايباه على 160، ده بجد 160 جنيه كيلو. ده كويس ان في الهرم ب 160، عندي في العبور حضرتك ب 170. بكام؟ ب 175، ب 185 كيلو البانيه في العبور، ب 185 النهارده في الهرم، ب 160. والفراخ البيضه ب 75، ليه؟ والفراخ البلدي ب 98، بتبيض وحدها. والوراك وعمشار قول ده كده رخصت في الفراخ كده رخصت كده رخصت. والوراك والكبد والقوانص ب 85 جنيه 85 جنيه واللحمه ب 200 جنيه في الطلبيه عند واحد الناس بيقول عليه ان هو ابن حلال وحاسس بالناس. وهنا اللي كانت ماما بتجيب منه اللي هو لحمته البلدي البلدي النظيف النظيف ب 260 جنيه لسه سقلاه النهارده. 260 جنيه 260 جنيه على 2 كيلو لحمه في 500 جنيه فعلا، ده حقيقه. كام؟ طب دلوقتي الدخل هو هو اللي بيطلع، هنطلعه ازاي؟ يعني انا لو داخل لي جنيه وبطلع جنيه وباكل وبشرب تمام، طب انا لو داخل لي جنيه ومطالب اطلع 5 جنيه اطلعهم ازاي؟ ما ده اللي مخلي الناس. يبقى كده احنا دلوقتي لازم نفكر في فكره بطلتم ازاي نخلي الجنيه يولد 5 جنيه في الوقت ده. نعمل ايه بقى يا يوسف؟ تمسك الجنيه تقول له انت جنيه، يقول لك ده انا جنيه ونص، اقول له خلاص هات النص ورجع الجنيه تاني، وارجع اقول له انت جنيه جنيه، يقول لك انا جنيه ونص، اقول له هات النص التاني بقى معاك 2 جنيه، وافضل عيد الحوار لحد ما يبقى معاك ال5 جنيه. صح كده؟ جنيه زي ما هو. صح كده؟ طب هتقول لي الراجل بتاع الفاكهه هنديله فلوس ازاي؟ هقول لك يجي يوزن لي الكيلو، اقول له هو ده كيلو، يقول لي ده كيلو ونص، اقول له خد النص واديني الكيلو لحد لما ناخد الفاكهه اللي احنا عايزينها، وبعد كده نرجع له حقه وناخد الزيادات. ودي كانت فكره ابو سمير، وعايزين نشوف افكاركم وقولوا لنا عليها مع فيديو جديد. 500 جنيه في ال 500 جنيه اجيب دواء والنبي اجيب مضاد حيوي، شريط مضاد حيوي، شريط مضاد حيوي يعني يا ولاد الكلب. وطه هيبات يكلم يا عم. ايوه ب 500 جنيه يوي. وليه دعوه؟ ده احنا كنا ننزل ننتع اكل فراخ مشويه، واحنا رحنا على نشبع بس كنا نصرف 2000 جنيه. وده يوسف فراخ مشويه ب 2000 جنيه هو بيحلم. فراخ مشويه ب 2000 جنيه يوسف بيحلم، سيبه يحلم. ب 2000 جنيه.
ده لو بخمسة جنيه بقى رجعنا ايام زمان ونزل لنا كل واحد فرختين. الفرخه كانت ب 70 جنيه يا ابو سمير مشويه، دلوقتي الفرخه مشويه ب 160 جنيه، طيب كيلو ونص بحق الكيلو بجنيه. بحب ناكل شويه ميه اشرب قبل ريقي. اعتمدوا على الميه يا جماعه علشان مفيش غيرها غذائي، غذاء اساسي ليكوا الفتره اللي جايه. تحيا مصر، اعتمد الميه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.